هذه راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. شكرا لوفائكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. سيس رويحكم شوي شوي في الكياس لأنه الزنبوتياج في برشة بقايا، ولكن نعرف أنه هكا في الأيامات اللي الناس قريب في عطلة ولا في قريب المولد النبوي الشريف، دونك العباد تمشي تشري وتقضي وصعوا بالكم تاكل شيء يمشي لباس. وين ما كنتوا تسمعونا نحييكم وصوتكم يوصلنا، وبطبيعة الحال تسمعونا وتشوفونا ديما على EFM TV. تسعدنا ملاحظاتكم نقدكم وشكركم أكيد، ولكن نقدكم اللي يزيد فينا ويحسن من مردود تابعونا على الباج فيسبوك لباج EFM. هذه حلقة جديدة يرجعون فيها لي كرونيكور اللي غابوا منذ أيام، غابت وترجع لنا فرح برجب. هو الحقيقة أنا البارح هون يا مليون قريب الغيب كان مش مخاطر فيك يا سامي، يا سيدي سامي لما نجي غابت 24 ساعة راني مريضة عديت ليلة الله لا يوريها لحبايب كما يقول لطفة عليك، ما نعرفش بيني مريضة باشا يمكن أن يدو لحم الكلنا أمل يقولوا يا ربي الله لا تمرضنا والله لا يسمعوا فينا الكلنا يا رب إن شاء الله يا رب. رانا ننسيه الصحة وغنوه حاجة دولاكي ونبدأوا كلي هكا مفرعين، أما الواحد أقل حاجة راولي توجعوا زرست ولي يوجعوا قريجمو اللي راسه بالحق معناتها. أنا مرة ما عرفش نوا إذا ولي منعش كان الحساسية وشانجمو دو كليما وجو سيبا حاسين، وإن شاء الله ما فهم كيف شاء الله باللطف أمره باش نموت باللطف عليك عليك. يلا ترجع لنا هي باغ كونت غابت قدام النهار نهاري شكرا رماح سهلا مع عصيبة سامي عاصمة فرح عاصمة جميع الكل شكلك شتيتي قال شوية زاد ذوادي سلم عليها برشا برشا ونقولها قديمة ديما اسمعنا يا احلى مستمع اقعد اسمعنا ديما، وكيما برشا مستمعين اللي عددهم كل يوم يزيد ويكبر وهذه حاجة ما تنجم كان تشرفنا. رقم ثلاثة ناس بن ملك مرحبا ناس كل نسلم على المستمعين كل، ومن موقعي هذا المتواضع نعلن عن مساندتي التامة زملائي عبستار وفرح وسامي في مطالبهم المشروعة ضد الحصبة مراش تمشي بلحمة عندكم مضراب ولا شنو ما نعرفش شنو الطالب ويوم أنا معاكم ثلاثة قاعدين بحنا بعض ولا تمشي بلحمة وحمد الله مسكر راديو ولا يدخل ثور ما نعرفش ما كانش في بعضكم فهمت وأنا مساندكم مساندة مطلقة ولا ما نشكوش فيها هو سوسي دي أنا لولا أنا جيت وعندي توش بتاع الغوج وبعد جيت فرح وبعد جيت ستورة وبعد انت دونك فوالا لا لا احنا معناها الاحمر ما اتفقناش عليه باغ كونت بالزهر هكا مذنبين بعضكم يلا رقم أربعة ستارة ميمو صورة صورة مسيكم بالخير من عشان كي تسميه تدنك سراسي العاقل بالامبل ياسر لا ابستار نستنى يتعدى الجنجل دكتور ما نتكلمش تو ما نتكلمش في الجنجل يهبلك امور رجل امور شوفوا شبو اللعب لي نستنى الجنجل يتعدى ونتكلم مرتوب ومقدود بارك الله عليك مرحبا يا عبد الستار نحب الناس الكل ان شاء الله في خير يا ربي يا رب. احنا سبيد ما قلتش اللي اليوم اخر حلقه في الاسبوع لا مخاطر غدوه ما نتقابلوش مبتور شويه الاسبوع حلقه في الاسبوع اي غدوه نهار الجمعه ما نتقابلوش احنا فوالا جو ليسي لونوغ عبد الستار يقول نهار الجمعه ولكن نمشي نقابلكم باغ كونت عبد الستار انا غدوه في الصباح معاهم العشر الاول العشر نص النهار في برمجة خاصة بمناسبة 15 أكتوبر بغافو ستورة ذكرى الجلال فوالا دونك عبد الستار عميمو معاكم على راديو EFM من 10 حتى نص النهار في برمجة خاصة بمناسبة عيد وطني عنده قيمة كبيرة جا نهار من نهارات وقتها ما عادش فيريي ولا كأنه الناس يتنساوه ولكنه يرجع اليوم والناس تحتفظ بالذكرى هذه الغالية وجلاء آخر جندي عن أرض تونس في بنزرت يلا رقم خمسة غازي عايدي بارك الله الناس كل في فورم الناس كل هكا فيها شيخه وناس الحمد لله ديما هكا سبيسيال زاد ديديكاس انا لخويا وصاحبي اللي يسمع فينا ديما حاتم زهره نقول له تحيه لامام بونك
البنك اللي متفهمه من الناس الكل ومحلاها والناس اللي يسمعوا فينا كيف ندفعوا له باش يدفع لنا حق البوب. لا تو يدفع لي لنا وبعدين ندفعوا معك انا وحقوقكم محفوظه مريقله سافا كوتي بلو شير يا خويا مش مشكله احنا بانكا واحنا تحت الطلب ما فهم حتى شيء. تحيه للساده المستمعين تحيه للناس الكل يلا تحيه للناس اللي جات توا باش توريكم شويه فكره تعطيكم على ليتام تاع الكياسات توا كما كنت نقول انا فما شويه هكا ديزامبوتياج دي بوشون في بلايص برشا جيت هكا هكا وي اكثر تفاصيل معها هي مع ايناس في انفو ترافيك من الاثنين للجمعه اي اف ام راسين كاري سيل بنور. رجعنا في راسين كاري شوفوا فيك انس هذول الناس ها ما كنت قاعد تغني لنا سامي يا اخي قلت لي لا قاعد يسجل في حاجه على تيك توك اي غير لا ولا ما عنديش تيك توك جمله اي بون انت بتبيعتك تيك توك ماهوش جوك كذا اما خير ولا تيك توك كيفك يا غازي اول مخرج تلفزي يشرف على نقل مباراة رياضية في كرة القدم في التلفزة التونسية هو عبد الرزاق حمامي عبد الرزاق حمامي تحية لروح هذا المبدع عاش ما بين 1935 و 2012 أصيل مدينة القيروان قرا غادي قبل ما يمشي لفرنسا وين قرا في مدرسة الفنون الدرامية في ستراسبورغ كي رجع لتونس كان المخرج الأوائل اللي خدموا في التلفزة في بدايات التلفزة أول مخرج يصور مشهد تمثيلي وأول مخرج يصور دراما تلفزيونية بالألوان وأول مخرج يشرف على نقل مقابلة رياضية كان عبد الرزاق الحمامي من أبرز المساهمين والمؤسسين لمصلحة الإخراج التلفزي برشا أعمال أشرف عليها لعل أشهرها مسلسلات الحاج كلوف 1970 خالد بن الوليد 1974 الإمام سحنون 1975 مالك بن أنس 1978 محكمة وبعد قد عمرك وقتها 75 قد عمرك عام 75 78 محكمة وبعد 1980 ولكن قبل المحكمة وبعد قبل قبل نوار بلون فكرها اللي فيها مختار حشيشة والخليفي محمد الدراجي وخلف عمر خلف عمر خلف المحامي عمر خلف ما عملش أمي دراكية أمي تراكية في الأفلام التسجيلية نلقاو الجلاء 1966 الضاحية 1967 علي غدوة يا رجال اي دونك هو المخرج اللي تبارك الله معناها عدى عشرات السنين في التلفزة اول كليب غنائي هو اللي خدمه اللي شفتك مرة اللي ريت غناية علي ريحي في قبة البلفدار نواري بلان اي نواري بلان في قبة البلفدار شفتك مرة ولي ريتك شفتك مرة ولي كيف والراو اغلب الناس يقولوا هي سيده نعمه اه هي سيده منوبيه بن يونس بس القديره الله يرحمها الله يرحمها وما كانوا يفهمش بيها بيناتهم منوبيه بن يونس شابه نعمه منوبيه بن يونس كبرت وقت ما يلي مشد العرسة هوني ايه لا لا سايب العرسة مشد ايرونيك لا نتفكر سؤال نعرف عبد الرحمن الحميم عبد الرزاق الحميمي مخرج ركز ركز هاني مركز مخرج لكن مثل في حاجة بركة مرة بركة ليه يضحكني ديما كيكا شاد يقول راهو هو يدخلني بعدي راهو نعرف هاني مش يخزر لي هكا إلما ستريس يا أخي أنا ندخل بعدي سو بوان شكرا وي 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 يا سوفا سي دو خويا سي دونك عبد الرزاق الحمامي هو مخرج لكن مثل مرة بركة في حياته أي أي في فيلم اكزاكتومون وي كنت نقول المعلومة لكن نسيت الفيلم شنو هو فيلم نوري بوزيد بنت فاميليا بنت فاميليا مثل مثل بابا وبو شكون مثل بوك في بنت فاميليا بنت فاميليا بو الممثله الاخرى الممثله اللي هي مثلت مره بركه الحق نسيت اسمها ما في امال هذيلي وقت امال هذيلي مثل بكداش وي اون اباريسيون يعني هكا حاجه المهم مخرج كبير طبعا طبعا هو والاخلاق
سي عبد الرزاق قديش نفكروا انا صغير لكن معناها كبرنا معاه وعي في الراديو معناها في الاذاعه كنشوف ما عنديش علاقه مباشره معاه ما كنشوفه كيفاش يتعامل مع العباد وبلطف لطفه وديما يضحك ديما سوريون كل ما احلاه معناها اخلاق عاليه وي تحس انه معناها راجل مليان الله يرحمه وي كيفاش كانت طبيعته كيفاش حنا بعل كيفاش كانت الحق لا كان اسمه محمد سيفالتر حنا بعل ما تعرف خرج من تونس عمره تقريبا 3 سنوات وعاش في اسبانيا في برشلونه الحق خرج مع برشلونه ويقولوا كان وسيم حنا بعل حميمي وسيم حبيب الحميمي وحنا بعل قال لك وسيم كان بوغوس اي باغيتيل كان وسيم باغيتيل على ما يقولوا ما عندناش حتى التماثيل الموجوده خياليه معناها انت ولده ما قراش معاك لا الحق ولده ما قراش معايا باقات ولد حسين فانتر قرا معايا تحيه لمنير فانتر وي تحيه ليه كنت تفطروا بعضكم المكتب تهربوا صاحب انس هو انا لا مش منير انا بوه حبيبي وصديقي تحيه ليه زميلنا في اف ام هي احنا حكينا على مخرج ولكن نمشيو لبلاد مخرجين كبار كذلك هي مصر باش نسالوا على حاجه واحده من المونيمون نتاع البلاد هذه اللي هو بيراميد لي بيراميد زعما شنو هو اللون الحقيقي والاول للاهرامات بيض نو وي بيان سور كانوا بالرخام معطين انه اليوم الراو محمر مارون باللون الابيض فما البيراميد روج هذاك على جيت تقول روج اي لكن هما تو شويه يحكي تاع الجيزه لون التراب يعني في الجيزه سي لا لا واحد هذيك نقولوا احنا في تونس الحرش الحجر اللي لونه كرمل اي معناها رملي اي شنو هو هذاك معناها لي في تاع السنين ولا تاع مال برعاني ولا نحر خام نحاول الى تبيي الى تبيي قلعوا مش بنوا به القاهره وبنوا به غيرها ما هو شكون اللي قلعوا؟ اللي جاو الحضارات اللي جات كلها بعضه دونك اليبوك هذه التصوير على الباجي اف ام بيض الاهرامات الى الشو بيض الى الشو الى الشو ولا الفوقانيه بالكل شيء اون اوغ ذاك البوانت هذيك اللي دوغي وقتاش كانت تنحى في انا وقت راهو ساي تي بيي دوبي لانتيكيتي معناها مثلا كيما نقولوا كي جات اي خاطر في العصور الحديثه تو كيما هكا اي معناها بمعنى كي جات كي جات الامبراطوريه الاخير الاخر معناها الامبراطوريه السفلى استعملوا البنايات نتاع الامبراطوريات السابقين الاولى والوسطى دونك خطر على بالهم انه نحيوا الرخام تاع الاهرامات باش يبنيوا ويعمروا القاهره اخرين لا قاهره مازال ما بعديش اما حتى اسكندريه معناها هزوا لها بعض رخام ولا اي تي بي المقابر بدا اي تي بي دخلوا لها النصوص دخلوا من ومن بعد اي ومن بعدش جاوا كي جاوا بعدش كي جاوا خاصه ما هز حتى شيء زعما لا 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 ومن بعدش كي بعدش تلاشات الحكايه وتنسات كل شيء بن خلدون كي يحكي على الاهرام مثلا داير هو الوحيد اللي يحكي عليهم بشيء من الاحترام في الاخرين الكل من المؤرخين اللي جاوا بعديش معناها بوغو سيكو محجر محطوط غاديكا وابو الهوى الحاجه ما تمامش داير شطره كان مغطي معناها كان هو ابو الهوى كان دار كان راسه كان دار كان راسه وجا واحد اسمه طرق عليه طرق طرق عليه مرفع وكسر له خشمه خشمه كسر له معناها بوغ دير كو ما عطاهمش اهميه معناها سيتي بيي بيي كل شيء هما كان لقاو فركوا الهرام مش بنو حاجه اخرى فركوا صعبت عليهم كي جات الاهرام تتكلم راهي قالت لنا وعملت ايه في نسيني عملت ايه هاو عنا هاو عنا انت عاد حفظتها زين لا وما خدمتها نتاع البنات ما احلاها سي تشيلو شاي احلى ما تو بعد ناخذ تو نجبد الكلام من بعد ونغني لك تخي بيان ميرسي وعندنا شاكيره هون دونك شاكيره احسن عليك راه والله قايل عليك انت على شاكيره على شاكيره يا مغازي كي تغنيها ديو مع شاكيره انت وشاكيره حاضر كيما بليغ ورده كانوا قبل هكا بواحد بالعود شاكيره طويل العمر يا سيدي انا حبيت نقول انه ما هي الصدمه انه حاجه عند العرب ولقيناها تسرقت بصراحه ايوه لكن هو صحيح لا لكن هو انا كي نراها توا القصورات اللي فما في اوروبا ونمشي وندورو
ديما تلقى البنية كما هي، حتى كي يجيو يبنيو جديد راهم يحافظوا عليها ويخليوها كأنك ترى يخليو نفس الطابع. نفس الطابع. احنا مشكلة راوتي، احنا معناها فما حاجات حتى حديثة في العاصمة، فما تلقى فيسع فيسع الدنيا تهز، مش احنا في تونس راهو نحكي انا، حتى في الجنرال في البارتي هذه سخونة، لا ولا في تونس ولا في تونس. يعني احنا ما عندنا مشكل كما قلنا مرة، تسألنا على البنايات في تونس العاصمة واللي هما متآكلة ومتداعية للسقوط، واللي هو فما مشكل تشريعات هنا راهو، مشكل متاع ملكية ومشكل برشا حاجات، سي كومبليكي معناها. مش زعما التاريخ ناس تحترم تاريخها، مش هذايا هو صحيح؟ اي اونتر اوتر سي سا، هو اونتر اوتر سي سا. على شنو مبني؟ مبني على كنيسة. باش مبني؟ ليه مش حكيت على كنيسة؟ على البناية. البناية بريحة روماني. من منزل باشو من كرتاج. عامدة لليوم تمشي تشوف عامدة رومانية. اي معنا موجودين يقدوا معنا ما تهزوا تبدا به جمال اعظم معنا والعامدة والحجر. ولكن بني على كنيسة. بني على مكان عبادة. عبادة مسيحي. اي هو سمح لي كان مش كان في تونس على ما اعقد يعني، حتى في تركيا ايا صوفيا. اي صوفيا كانت مش طيحه اي صوفيا كما تبنت كما من قسطنطين قاعده كما هي، تبدلت الفوكاسيون تاعها، ولكن ترمت اليوم استعمالها تبدل برشا مرات، لكن البنيه قاعده هي ما تفركوها. لا وترمت اليوم حالتها كي تراها. ربي شكون يعرف فما متحف هو تحت القاعه في تركيا وكله بالماء من لوطه وعرس كبار برشا. هذيك صورت مين مره الكليب نتاعي، وحاجه تقتل المبنى والماء من بارتو خارج، ويقولوا اللي كان الملوك السابقين كان ذاك الحمام نتاعهم، ويزمك تشوف البلاصه معناها بلاصه تعمل ستة خساره. ما يزمني نفكر شنو هذا صرفت عليه الكليب. لا روتانا وقتها انا في روتانا هما اللي يزوروا. تعرف البلاد اللي ممكن في شمال افريقيا مستحفظه شويه هي المغرب. المغرب أموا الآثار الإسلامية معنى خطر آثارهم الرومانية ما عندهم، هما ما عندهم من أصل ما عندهمش برشا بحوث فيها وما عندهمش برشا خدمة، توا اللي موزة رجعت، أما الآثار الإسلامية محافظين عليها. دونك اليوم من أشهر المعالم في العالم الأهرامات نتاع الجيزة، اللي الأهرامات هذوما ما كانوش ديما بالكولور هذا اللي هو لون التراب، كان لونهم أبيض والبياض نتاعهم كان ناصع برشا أشهر يللش كما قال أنس، على خاطرهم كانوا مغطين بدي بلاك نتاع كالكير لونهم أبيض، وكانوا حطوا البلاك هذوما باش يغطيو الكالكير الأسفل اللي استعملوه وقت البناء، واللي هو توا اليوم يظهر بيان سور للناس. مش الرخامة؟ اي الكالكير شنو؟ نعرفش الرخام كالكير نعرف. معناتها واحد عنده رخام في سنيه. اي نحي واحد. يعني في كيمون لو ماغبا سي دو كالكير. كلس. كنت قلت انا هاكا سألت. هو اشهر معلم في العالم سامي. بما انه من عجائب الدنيا سبع اللي قاعد كان هو القديم. هو اشهر اليوم خاطر الوحيد اللي قاعد. حسب رايكم علاش فما تليفون تبيع ب 50,000 دولار؟ علما انه الحكايه عندها علاقه ب دريك، خاطر لافيشور نتاعو ب 900 كيما تليفون سي. علاه تفكر في الحزين؟ تفكر شي ما تفكرش فيها موسيقى؟ لا فما معج فما رابور فما معجبه من المعجبات تخيل في مزاد التليفون هو أنس طاح عندها التليفون دريك عند فيديو شمعنا طاح عندك سبب؟ معناتها لقات عندها تليفون دريك كيفاش طاح كيفاش جا عندها؟ صدفة ربما صدفة خير من ألف مئة نطروه له كيفين ما نعرفك ما نعرفك كان أنا نسيه في قهوة نسيه في قهوة فرح ما عنديش فكرة مانيش فاهمة حتى شيء بالسؤال بالك شيء معجبة دريك اسم هذا دريك ولا اسم التليفون ولا لو ممكن احنا نعاودوا سؤال مرة أخرى للأنسة حسب رأيكم علاش فما تليفون تباع ب 50,000 دولار الحكاية ذي معناها تليفون ب 50,000 دولار مش سومو يعني سوم مبالغ فيه العلاقة عندها علاقة عن الحكاية عفوا عندها علاقة بالرابور هذا دريك صور بيه كليب صور بيه كليب عنده فيه معطيات شخصية قلت لك انا بتاتر اللي شريها متصور فيه هو عنده تصور مع الرابر لا قريب لا حلوة معطيات شخصية معطيات فما معجبة من معجبات بدريك اللي هو واحد من اشهر الرابر في العالم من مواليد 1986 هو وهي باعت تليفونها ب 50,000 دولار على خطرها في الانونس نتاعها حطت اللي التليفون هذا شريته من عند مس دريك مس التليفون يعني
ايفون على مسافه من غير ما نعملوا الببليسيتي وكل ظاهر على الباج. دونك 50,000 دولار يعني تقريبا 150,000 دينار تونسي. تليفوني مسوس سامي بن نور. لا ما مسيتش تليفونك شنو؟ حتى ما مسيت تليفونك. اما انا رسبت وقت تحب تعمل ستوري انا وياك وشديت قال لي ما مسيتش. 10,000 دولار تحلك 10,000 دولار. اش قولكم في هذا؟ با بوسيبل يعني. هذوما حاجات انا نعتبرهم هبالة. انا نعتبرهم هذا الناس كي تضرب ساعات والخيوط تضرب وصاي تولي الدنيا ما عادش مفهومه بالكل. لا فولي ولا كونغي ومانا با ديميت شنو غير بالتليفون 50 مليون. وي صاغي بيان سور ستار او دريك. دريك اللي تعرف شنو هو دريك؟ دريك اللي عادل لرقم مايكل جاكسون اللي 9 اغنيات دخلوا كبيل بورد توا توا تاع سباق الاغاني عادل لرقم مايكل جاكسون. عادل لرقم مايكل جاكسون. انا نسال كي يجي هو باش يبيع تليفونه سي دريك هذا قداش باش يبيعه؟ والله ماذا بينا تغني له تحط لنا اغنيه نتاعو خلينا نعرفوا. لا انا ما نستغربش حاجات من هذا من اللي فان نتاع الفنانين وكل شيء ما نستغربش بالكل. معناها رينا حاجات اللي ستايلر خلينا نكونوا سامبل وعمليين لي ستايلر معناها مشله نتاع نوار على النهار قالت يا محلاها سومها ولا خيالي المشكلة هذي سامبل محلاها. هاو دريك ساعة كانوا سامبل وعمليين عب ستار. كان يجي انت توا تمشي للقاهرة مثلا يجي قدامك مزاد انت بالصدفة توجدت به فيه ويقول لك قطع الاسمهان. قطع الاسمهان ولا فريد لاطرش حاول فريد لا اما اسمهان. اسمهان مذكرات مثلا فريد موميو دو لابو حاجة لبستها اسمهان يقول لك هذا السوم في حدود ال 20,000 دولار. اذا كان حاجة نجمة معناها اذا كان نجم حتى نبيع حاجات على خطرها فوالا على الاخر مس التليفون راهو مس وما ليه علاش كنت نتفهمها؟ قلت لك انا نفهم الحكايه حتى نعرف حدث ليس تايلر اليزابيث تايلر حتى انا نفهم صراحه مش نوار مش سامي تفهم روبا بنوار لبستها اسمهان شريها ب 20,000 اما تليفون ماس ومش نتاعو معناتها نتاع نابورت كو. اي نابورت كو. لا هذه الطفله راهي متحايله اونت بارونتيز صدق خاطر الراجل يظل لا مس التليفون ولا عمرها عندها به حتى علاقه. لا وشكون يثبت لو مس التليفون؟ في العقارات مثلا كي يبدا الدار نتاع شخصية مشهورة وي تجيب أكثر أكثر فلوس. الدار هذه دار سكن فيها فلان سكن فيها على الدعاجج دينا بورت كوا عندها قيمة كبيرة. يولي أن فون كوميرس حكينا على مصر أغاتا كريستي في نهار من نهارات مشات كتبت أن كريم سور لو نيل. اليوم الاوتيل اللي موجود في الاقصر وين كانت هي هبطت تبيع في البيت هذيك ريزيرفي تقعد لمده اشهر باش الناس تجيها لان ما فوند كوميرس سكنت فيها غاتا كريستي. واحنا الدار الاوتيل اللي سكن فيه فريد لطرش سامية جمال سامية جمال وسكنت فيه موظفين بكير وكل تونيزا بلاص بركنا بدي مش طاح طيحنا طيحنا احنا باش نبنيو حاجه في عوض اي 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 يجاني قلبي والله قلبي واحد قلبي. في كره القدم شنو هي المسابقه الاوروبيه اللي اول نسخه منها باش تكون في 2021 2022؟ في كره القدم شنو هي المسابقه الاوروبيه في اول نسخه منها باش تكون 2021 2022؟ رد بالك سوبر ليج. سوبر ليج ليج مش لعبه توا لا هذيك اوروبا ليج. لا ليغ دي ناسيون اللي تلعب هذيك اوروبا ليغ هذيك يودي تاو اللي هزتها ديرنيرمون هزتها فرنسا. ما يتقول لكم لا لا براسها لا ولكنك انت قلت الاجابه الصحيحه ناس سوبر ليغ. لا هنا عندي انا دوري المؤتمر الاوروبي بون صافي تخو واحد ليغ اوروبا كونفرنس دو لي اف ا تروزيام بديت عاد هذيك مش ستكون 2022 2021 2022 بديت عندها شهرين هذه تلم كل ليكيبيتك الضعاف برشا. استنى شنو بديت في نسخة أول نسخة منها في 2021 2022؟ اي بديت من سنة من اوت تعرفش فيها ليكيبيت الضعاف اللي عمرك ما سمعت بهم فرنسا ورافوس نادي قلعة درشنو القبرصي ضد درشكون الارميني يعني اي كل يوم علاش يلموا فيهم العزاوي؟ خاطر باش يقولهم حاجة ينجموا يلعبوا فيها فرد نيفو خاطر باش تحط انت نادي باش يخرج من اول تو قلعة قبرص ضد درشكون
ارمينيا نجم ارمينيا الاوحد الاوحد فهمتي شكون شايف فيه يلزمهم كان معناتها نتاع بلادهم دونك هذاك علي عملوا لهم هذه وقت اللي تتفرج في الشامبيونز ليغ كيفاش تفرج فيهم هذوك ما جامش خاطر راهي الكره اللعبه فيها جمال الكره وشيخه الكره تتفرج في دي زيكيب كي الحقيقه ماني هاك فما الاوروبا ليغ فيها كيبات صحاح تلقى فيها مانشستر يونايتد وارسنال وتلقى فيها روما وتلقى فيها الاوروبا ليغ اللي ما اللي في التصفيات ما يمشيش للشامبيونز ليغ يمشي للاوروبا ليغ ولا الاقل ليفل اقل الخامس والسادس وزيد اللي تيح الثالث فوالا معناها الثالث من الشامبيونز ليغ ديما فما دي زيكيب صحاح ربي عندي سؤال انتم كي تفرجوا كان تفرجتوا في هذه الجديده اللي هي تلم كان جوستومون النيفو نتاعهم باقي ينجم يكون خير من الفرق التونسيه ولا لا؟ ما لا الفرق التونسيه تنجم تربحهم. لا 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 برشا ما تفهمش حتى متعه المشاهده نتاع شوف متعه المشاهده اي على خاطر البطوله التونسيه خايبه من 90 دقيقه يلعبوا 25 دقيقه والباقي جوارات طايحين وواحد وعركه ودخل المدرب ودخلوا البنك هذاك والكاميرا فيها نكته حمراء والشمس ضاربه فيها في البطوله التونسيه وفما نخله قاصه الظل نتاعها ورجوله طاحت عليها طيحت طيب طيحت عندي حاجه نحب نقولها في البطوله التونسيه للاسف فهمتني ويبدا معلق غريبه وعجيبه وجوه ذاك دونك المتعه كي تفرج في قلعه ديبوسيا ضد ارمينيا الرياضيه سامحني حتى الفرجه والتصوير والحشد خير من البطوله معناها واللعب تونس خير معناها الاسبيرونس والكلوب والسي اس اس والاتوال وشما يربحوش هذوما يربحوا قلت لك يربحوا حتى يمكن في نيفو الرابطه الثانيه التونسيه يا اما الفرجه كي تتفرج في تلفزه بالواحد في ماتش البطوله التونسيه للاسف ولات خايبه برشا والفيفا يمكن قتلها دويا قتلها دويا باش تبدل قوانين اللعب فما مشروع ممكن برشا باش يمر على الديجيتال يعني لا لا في ثوره كبيره في قوانين كره قدم كره قدم الماتش 245 دقيقه باش تولي 30 دقيقه بالكرونومتر معناتها تطيح ولا ما تطيحش تقعد تلعب هذاك ما تحسبش فهمتني سي بيان هكاك فوالا دونك باش تلقى الماتش انت في انجلترا الميتون باش يقعد 40 مينوت 38 قداش الوقت الفعلي اليوم يقرب لل معناها ال 45 مينوت هذوك مثلا في اقوى البطولات في انجلترا على مثلا انجلترا ولا 43 صدقني في لونجلتير حتى توش ما تخرج ساعات توش الكره ما تخرج في تونس تلقى 20 16 معناتها اما انا ملاحظه مع ناس على الكره التونسيه هي الكره التونسيه ما تنجم تتحسن الا ما يولي فما في الفير بلاي يا خويا راهو تونس يلعبوا في الكره تقول بنقمه ديما فما مشاكل ما همش يلعبوا باش يعملوا كيف ما همش تواريت لونجلتير ناس ما نحكي لكش قداش قويين في الكرة وعاملين كيف بعد ما توفى اللعبة بالضبط الناس كل تبوس بعضها يا اخي توتنهام وروما يلعبوا في الليغ اوروبا كونفرنس هذه يعني يلعبوا يلعبوا خاطر جات واحدة سابعة واحدة دونك نظام الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الانطلاقة نتاعها 2022 يعني بعد دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي باش يكون فما دوري المؤتمر الاوروبي وهو المسابقة الكروية الثالثة وهي باش تكون المستوى الادنى نتاع الدوري الاوروبي اعلنوا على المسابقة الجديدة هذه في 2018 وبطبيعة الحال يعني كما قلنا انه الكاتيجوري اخرى لا هو الفيفا عندها بزايد فلوس حب الفيفا اليوفا ولا اليوفا تربح هي بزايد فلوس الجمعية هذه باش تستفاد ماليا وكهو يلا نمشيو لليابان في فترة ايدو في اليابان شكون اللي كانوا يمثلوا 8% من المجتمع؟ شغل ساموراي لي ساموراي هذوما مريضهم كان في الريستوران فترة ايدو الشوغون فترة ايدو في اخر فترة من فترات التاريخ الياباني القديم دامت ما بين القرن 17 والقرن 19 هذه لبسة الساموراي على الباج اف ام شوفوا الباج فيسبوك هذه التصوير دونك ايدو هو الاسم القديم لمدينة طوكيو واللي تغير بعد 1868 في الفترة ذيك كان عدد الساموراي يوصل لي عدد من زوز ملايين زوز ملايين يعني 8% من البوبولاسيون دونك انت كنت تعيش في اليابان راك راني ساموراي راني ساموراي على الاخر راني مقلع مع الساموراي ساموراي هما المحاربين القدم في اليابان
انا شخصيا انا كنت ساموراي. انت ساموراي عاد برا انت تعرفش نوار مينهم انت وشيد لي سمو عرفت يبداو يعملوا هكا مش كيف كيفكم بالابي ذاك الشورت بالابي لا اكثر عرفت لا حتى الشورت تبارك الله ولا يربح لا الشورت لا 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 130 140 150 كيلو ذوك اي متى كله في ميسكل معناتها كان تنجم تسيب روحك في الماكله تشوف لا ما نحبش اقتراح شكل اقتراح حرفيا كلمه لعبك حرفيا كلمة ساموراي تعني حسب رايك محارب مش حارب الشرف الغالي الكلمة فريمون ياسر معبرة عن انه حد يفدي بلاده ولا يفدي الحد اللي حارب على جاله كما الفدائي عنا احنا الذي يضع نفسه في الخدمة الذي يضع نفسه في الخدمة يعني ساموراي هو العبد اللي يحقق الاهداف نتاع البلاد نتاعو ولا المنطقه نتاعو وبالطبع تفرجوا في فيلم ساموراي قديم ولكنه يعجبني انا يرجع 2003 يظهر لي توم كروز توم كروز ساموراي نتاعو ياسر حلو قبل درني ساموراي في ليزاني 80 كانت فما سيري في تونس تعرف في تونس اسمها شجون تحكي على شجون زاد في الايبوك اللي هما اللي هما شجون هما محاربين زاد قويين برشا شجون شجون بالعربي ما شجون شجون وكشعورات كل شجن جاي من الشجر جاي من الشجن يلا 45 دقيقة هذا موعد ناس في انفو ترافيك كل يوم غاسين كاري جديدة على اي اف ام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري جروب اليوم فرح برجب حمسة ترع ميمو غازي عيدي راس بن مالك يلا مسي شكرا رمي شكرا رمي يعني مش عن قصد ما تنساها ما نخلص بس سيتي ان بو فاتيغون لا جورني اي شكون اللي لحن النشيد نتاع الاتحاد الاوروبي بيتهوفن هو بيتهوفن هو مش من حاجتي سلمى هو مخذيو اكزاكتومون دونك ليم اوروبيا اللي هو شو اسمه لو دا لا جوا هي قصيده الفرح اما هي السيمفونيه النوفيام النشيد يستعملوا مجلس اوروبا منذ سنه 1972 والاتحاد الاوروبي منذ 1986 القصيده ذي كتبها الالماني فريدريش فون شيلر من 1785 ولحنها بيتهوفن في المقطع الرابع والاخير من سيمفونيته التاسعه هذه ايمن لا جوا بيتهوفن شاملو يا اخوي لا معنيش اكستري تيرران 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 اللي سيدة فيروز مش تغنيها لا مش هذيك لا مش هذي مش هي لا حتى نلقاها مش مشكلة انتوكا علاش حسب رأيكم يرجع الاتحاد الأوروبي بشيخ معناها مقطع من السيمفونية التاسعة البيتهوفن كده نجم يعمل حاجة بيرسوناليزي تعبر على وضعية تعبر على حاجة مش هذيك اللي معمولة تعبر على الدنيا الكل تعبر على الدنيا الكل عبسة تار من عارفه هما الاوروبيين استعملوا مش حتى في اللي نتاع نتاع هذايا مثلا في الاوروفيزيون نفس الشيء مستعملين موسيقى نتاع الاوروفيزيون من مقطوعه كلاسيك استعملوا برشا الارث الموسيقي الارث الموسيقي الاوروبي نتاع عصر الازدهار الكبير نتاع الموسيقى نتاعهم قلت الامكانيات سيدي سيدي مثلا حلوة ما عندهمش حلوة فرح كحد الجاي عجبتني عجبني جايب فرح معناتها تقول في قناة جدا تقول نشرة الأخبار في قناة 21 هي جاية من قناة 21 أي حتى هاي فوالا هاي هاي حط شوية على التبي عنا ولا لا؟ معناش به عنا 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 لا بالبارول هذه في تبقى اخرى غنيتها مرة ولا تبقى اخرى تبقى الاصلية مش هذه الموسيقى ابداع بصراحة لانه انا نعتبر استعملوه لانه يعتبروا
يمثل لا كولتور اوروبيان، لانه بيتهوفن وموزار وفاغنر وباخ وفي الفلسفه، من الفلاسفه الالمان للفرنسيس للانجليز، هذيك هي الثقافه الاوروبيه الغربيه اللي على منوالها تبنى الاتحاد الاوروبي وتمثل قيم الاتحاد الاوروبي والقيم اللي صدرتها للانسانيه الكل صدرتها وذاك علاش اوروبا الاتحاد الاوروبي يرفض انضمام بعض الدول اللي راها ماهيش مطابقه ولا ما تقربش لهذا ما تقربش المعايير والثقافه نتاع اوروبا، والا حتى هي عندها ثقافه اوروبيه لكن قوانينها الداخليه مازالت مش مطابقه مع المعايير نتاع اوروبا. تفضل يلا. C'est un grand artiste, mais bien, طبعاً sûr. أكيد, ouais, bien sûr. Donc, il m'a fait comme il m'a dit Anas, mais bien sûr, c'est un grand artiste. Ou le mohamma yasser, donc, il m'a dit que je ne suis pas un artiste. Il m'a juste maintenant. هذا ان بو واحد كيما نقول لك كيما قال انس في نهار من نهارات كان فما ايميسيون تيلي في بلاد من البلدان كان فيها دي كرونيكور اللي هما رجال قانون ونساء قانون، فكان فما محامي وبحذاه زميل ليه او زميله ليه، دونك ديما هو كان معناها هكا ناشط ويقول لك اي صحيح ويطلع على الملفات ويجيب الاجابه الصحيحه ناشط، دونك هو مش باغ انكومبيتونس من زميلته لا، ولكنه ياخو يقول كل شيء وهو بيان سور اليه كومبيتون كبير، دونك كي تجي الكلمه اللي هي مسكينه قال كل شيء نقول كيما قال ما خلاليش الفضاء هو ناقص كان باش يلحن هو لا 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 كملها كملها انا شنو مازال فيها نوتين وصحي بدل حكايه لا في بالك قلت حاجة مختلفة عليكم معناتها عليهم اي عليهم تشترني رأي وهذا شرف لي الا شاكر لي تشترني رأي أمانة باركونتر انا يذر لي في الاتحاد الاوروبي يذر لي الدول الفقيرة هي اللي اوروبا قاعدة تليميني فيها حسب رأيي انا ستادير من ناحية هاي هزتها وحطتها معاها في الاتحاد الاوروبي شكون منهم؟ بولونيا وغيرهم عليهم من بعد رومانيا وبولونيا ودرشدول كلهم من بعد حتى كانوا في الحلف ال بعاد شوين كان دودو يا غازي شوف البلدان هذه قبل انضمام الاتحاد الاوروبي شنو كانت؟ اش كانت وشوف اليوم شوف بولونيا في عهد ياروزيلسكي قبل ما تطيح وشوف بولونيا اليوم اللي لا تختلف على اي دولة اوروبية ولكن انا يعني الحاجة الحاجة اللي نقولها وانا شخصيا معناها هذا رأي متواضع انه اكبر لفاي نتاع الاتحاد الاوروبي ك معناها كتلة اقتصادية وسياسية وادارية هو الاختلافات هذه صحيح الاختلافات ممكن تخلق شوية انغشاس ولكن ما فماش احساس معناه ما بين البرتغالي والبولوني ما يعني له حتى شيء لانه هوني فما ايه فما برشا حاجات تفرقهم يا, يا 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 سامي اختلاف لا مفر منه لانه فما اختلاف ثقافات مختلفه يعني مش حكايه ثقافه اكيد زاده ثقافه فما دي شو تعرف شي يجمعهم لي فالور لي فالور القيم لكن اللغه مختلفه كل شيء مختلف اللغه مختلفه الالماني الالماني تلقاه بروتستان والسويدي ما ملحد اتي ولا والبرتغالي كاثوليكي واحد الدين يفرقهم واللغه تفرقهم ولكن المبادئ تجمع ولكن يجبرهم قيم انسانيه اوروبيه ولكن حتى شيء اخر ما يتجلى في علاقه تقعد ابري تو هذا رايي تقعد ابري تو دوله فرنسا دوله وحدها عندها سياده والمانيا كيف كيف يعني البولوني ماهوش ياسر معناه يحب يمشي لفرنسا باش يخدم اولا بشيخه اقل راتب الي كاليفيه بدرجه اقل ماهوش المواطن الفرنسي معناه فهمت حتى كي يمشي لالمانيا يسوغي جامي المون يعني يسوغي المون لا يسوغي سوغ لي بابي يسوغي المون يعني. فما جوريت كوره بولونيين لعبوا في منتخب المانيا ساكسا هذاك عنده سوم يمشي بكونترا ولو المان لعبوا في المانشافت معناتها مش هذا ياسر وقت اللي كانت بولونيا فقيره وكانت لا نعطيك الكره حاجه اخرى نعطيك اكزامبل اكزامبل شفته انا مره في واحد من تقارير انفوي سبيسيال اللي هو مره في منطقه من مناطق فرنسا قالوا هنا باش نسكروا راهو هذايا المصنع نتاع الكراهب ما عادش يساعدنا عفوا ما عادش يساعدنا لوكو نتاع البيرسونيل والواحد غالي ياسر باش نمشيو نحلوا في رومانيا بالطبيعه باهي لحظه باش نمشيو نحلوا في رومانيا مشيو
اللي يعبر على كلامي هو وجهة نظر الاحتجاجات اللي دامت ايام وايام تاع الفرنسيس. قولك شو مدخلنا احنا في رومانيا؟ انت تسكر لي هنا وما تعطيني حتى حل وتقول لي باسم القوانين الاوروبية نمشي نحل في بوخارست، انا شنو دخلي؟ يمشي حل. هذايا هو اللي هما مازالوا مختلفين فيه. هذايا هذايا شو هذايا واحد من الاكزامبل. هذايا الاقتصاد الحر واقتصاد السوق. يا ما انت قل لي حاجه اخرى، اما خير بالنسبه الاوروبي يبيع يحل في رومانيا في بوكاريست خاطر يرخص يخلص اقل 10 مرات، ولا يمشي يحل في الشين ولا يحل في الهند وما يقعد في الاتحاد الاوروبي، فهمتني؟ اليوم رومانيا رومانيا في التسعينات انا احكي له بشار رومانيا قال لي مشي 40 كيلومتر على الماء. اي 40 كيلومتر على الماء. الاتحاد السوفيتي اصدقائي في التسعينات وفي الثمانينات في روسيا يهزوا جين يصرفوا بشهر يبيعوه غادي نوعية معينة، نوع معين مش لازم نسميه، فيها أرقام أحادية وفردية و501 ما نسميهاش اسمه ليفيس ما عادش يتباع خسارة في تونس ما حاسيلو مش يمشي تبيع واحد 500 غادي تصرف به شهر. والله سامي على كلامه أنا كي مشيت البولونيا أول مرة لابس الجين صدقني تقولها بطيك سراتيرس قبل كنت حاجة والله العظيم. الميتيو والأخبار أخبار الرياضة نرجعو لكم في ساعتنا الثانية.